وصلت صوامع سوتس بمركز بيبا بمحافظة بني سويف استلام القمح المحلي لموسم 2024 من المزارعين والموردين، وبلغت أسعار استلام أردب القمح من الفلاحين والموردين هذا العام 2000 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23.5 درجة. من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء تواصل صوامع سوتس بمركز بيبا في محافظة بني سويف استلام القمح المحلي يوميا من المزارعين والموردين. فرز القمح وتحديد درجة نقاوته تتم بواسطة لجنة تضم في عضويتها التموين وسلامة الغذاء والزراعة وغيرها من الجهات المختصة. احنا مراحل استلام الأقماح بنبدأ نفرز السيارات في لجنة مكونة من مندوب عن مديرية التموين ويكون رئيس اللجنة، مندوب هيئة سلامة الغذاء ومسؤول عن اعطاء الدرجه، ومندوب عن وزاره الزراعه لمعرفه القمح القديم من القمح الحديث من القمح المخلوط والمستورد، وعضو الابانيه في الميزان لوزن الاقماح. الدوله الحمد لله السنه دي بدات بتدعم في الفلاح، وبدات السنه دي الحمد لله تدي سعر مجزي للفلاح اللي هو سعر القمح. طبعا بادئ من 2000 جنيه سعر الاردب وزن ال 150 كيلو بدرجة نظافة 23.5، وسعر 1950 درجة نظافة 23 وزن برضو 150 كيلو للأردب. أسعار استلام أردب القمح من الفلاحين والموردين هذا العام بلغت 2000 جنيه للأردب بنقاوة 23.5 درجة، و 1950 جنيها للأردب بدرجة نقاوة 23، و 1900 جنيه للأردب بنقاوة 22.5 درجة. أنا مورد قمح هنا، وانا من قرية سيتس وبورف في صومعات سيتس، وما شاء الله الدنيا حلوة والمديرين مسهلين الدنيا. وبنحب نشكر السيد رئيس الجمهورية على المبذول المجهود المبذول اللي هو عمله. تمام، والحمد لله دلوقتي يعني سعر القمح زاد 500 جنيه عن السنة اللي فاتت ب 2000 جنيه. احنا في صوامع سيس والناس هنا محترمة والناس هنا بتهتم بينا ونشكر الريس. وبلغت إجمالي المساحة المنزرعة قمحا داخل محافظة بني سويف هذا العام 120 ألف فدان، فيما تخزن صوامع سوتس بمركز بيبا 60 ألف طن قمح كساعة قصوى من خلال 12 خلية تخزين، ساعة الواحدة منها